يعطيك العافية. هايلاندر 2016 3.5. طبعا هذا المحرك احنا عملنا له قبول. هاي المحرك طبعا بيجي عبارة عن V6 3.5 راسين، يكون عبارة عن راسين على شكل V. هاي المحرك V. هاي طبعا بالنسبة لنظام الفينوس الموجود فيها، لأن هاي المحركات بتيجي عبارة عن VVT. هذا المحرك يكون عند السرعات العالية بأخر اللي هو الإكنيشن، بحيث إنه إيش يعطي عزم، بيعطي قوة للسرعة العالية. هاي طبعا هون تركب فقرة الكرانك شافت، ترمبة المي تبرد على الراسين، عبارة عن مدخلين إنها. هاي المنطقة من هون اللي هي بتدخل على جت المي الموجود في المحرك. طبعا هاي السيارة ما جانا فيها عيوب انه حميان او لا، لكن ايش فيها كلان زيت. النصيحة يا اخوان، هاي بالنسبة لهاي المحركات دائما التزام بالرقم الزيت الموجود على الغطاء. اذا كانت عبارة عن 0.20 ممنوع انك انت ايش تقل هذا الزيت، تحط 35-10-40، لانه بتخرب الرنجات الموجودة في المحرك. الشغلة الثانية، دائما كل ما تقل الزيت بتصير في مشكلة عندك في العزم، لأنه هذا الفي بي تي بيعتمد على ضغط الزيت. إذا كان ضغط الزيت ثقيل بصير صعب دخوله لهاي المناطق. لاحظ هاي الخطوط اللي بدخل منها بلفات الزيت، بكون هون راكب عبارة عن إحنا بنسميه حساس الفينوس أو حساس الفيتك أو الفي بي تي. هاي طبعا بيعتمد كل اعتماده الكبير على موضوع ضغط الزيت. فكل ما كان الزيت ضغطه أو الفسكوسيتي له عالية، بكون صعب التحرك وصعب دخوله في الأجزاء الصغيرة الموجودة في السيارة. الشغل الثاني، البلفات الموجودة هون في اللي موجودة في الراس برضو كمان بتعتمد على موضوع ضغط الزيت. كل ما كان هذا الزيت في وسخ أو الفسكوسيتي له عالية زي 10-40 و5-30، كل ما إنه هذا الإشي سبب له أضرار وعمل له مشاكل. فهاي يا أخوان النصيحة، هاي احنا زي ما انتم شايفين عاملين لها فرهون، نزلنا المحرك وعملنا له تغيير للرنجات، تجديد لجميع القطع الموجودة فيها. والله يعطيكم ألف عافية.